مش راح نقولك التجربة اللي دوز السنة ما بغيتش شي واحد يدوز منا. طلعنا لتركيا، دخلت الجزيرة في ليونة، شدوني شهر تمايا، شدونا في كامب مسدود. ركبني اخويا عامر، اش راح نقولك التجربة اللي دوز ما بغيتش شي واحد يدوزها. دخلنا في التران، شنو نقولك، ركبنا مع 8 الليل غادي بين التران لصربيا، غير الجبال والتران فوسفات، بدا يطيح الثلج والبرد. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم. اليوم فيديو جديد مع خونا فيصل، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. مش نسألوا خونا فيصل شنو تجربته في الغربة وشنو الصعوبات اللي مر بيهم في الغربة. خونا فيصل، كانت نجم تحكي لنا شنو الصعوبات اللي مريت فيهم بالغربة وتحكي لنا شوية على الغربة. عليكم السلام خويا عامر، صافا كيراك لاباس مزيان. نحكي لك على التجربة ديالي، نصح بها الشباب التجربة اللي دوز السنة كيفاش عش وكيفاش مشي. نبدأ لك من الأول. 2010 أخويا عامر كنت في قطر، كنت في قطر دوز عامين، مشينا باش تخدموا تمايا، نخدم ديكور، ديكوريشن ديال ديكوريشن ماروكو، القبص والعيباش، فاهم، ديكور نقشو. كنت تمايا دوز عامين، كان عندي صاحبي في دبي، نحكي أنا وياه بار فيسبوك والعيبات نحكيو، قلنا كنت نهبطوا للبلاد ونطلعوا لتركيا، داك الشيء اللي درنا، هبطنا المغرب ريحنا شهرين. 2013 طلعنا لتركيا، طلعش انا ويا لتركيا اخويا، مش راح نقولك التجربه اللي دوز السنه ما بغيتش شي واحد يدوز منا. طلعنا لتركيا، مشينا لواحد البلاصه ايديرنا حدود باش تدخل، كانت مزيره ما قدرناش ندخلوا. من بعد راحش في البحر، دخلنا في البحر ازمير، من تركيا دخلت اليونان، دخلت اليونان في جزيره، دخلت الجزيره في اليونان شدوني شهر تمايا، شدونا في كامب مسدود. دوز في اليونان، من اليونان من بعد خرج، باش نلخص لك، خرج من اليونان مشيت شي سالونيك مدينه هذه في حدود شي سالونيك. دخلنا لمقدونيا، مشينا واحد سكوبيا مقسومه على جوج، فيها بلاصه ديال المسلمين والمسيح. مشينا لبلاصه المسلمين، جلسنا تما شي شهر في مقدونيا. من بعد في مقدونيا اخويا كاين تران وحراقه، تران يجي ديال الفوسفات من مقدونيا دخلك لصربيا. خويا اش راح نقول لك، مشيت انا واحد زيري الله يذكره بالخير، مشيت انا وياه دخلنا في هذاك التران غادي وحنا تابعينه مع 8 الليل. يمشي التران وحنا ركبناه في ما بين فوسفات، ما مدرق ما والو، ركبنا اخويا عامر اش راح نقول له، التجربه اللي دوز ما بغيتش شي واحد يدوزها. دخلنا في التران، شنو نقول لك، ركبنا مع 8 الليل غادي بين التران لصربيا، غير الجبال والتران فوسفات، بدا يطيح الثلج والبرد، شادين في الحديد وطاح علينا الثلج، ما مدرقين ما والو، عذاب الالم. الحمد لله دوزنا الليله وصلنا لصربيا مع 9 الصباح، وصلنا لصربيا مع 9 الصباح، دوز في 4 ايام. من صربيا دخلت في الحدود هنغاريا قبل ما يديروا قرياج، كان غير لافغاغوج تدخل يطلع عندهم السينيال يجيو لك. مع دخلنا لهنغاريا لقيناهم العسكر مخبين في الشجر، لابسين شجر العيباش، خرجوا لنا بالسلاح. حنايا 4 كنا، 3 جزيريه وانا مغربي. دخلنا شدونا بالسلاح، داونا للكامب، شدونا في واحد الكامب مسدود، جلسنا فيه شي 15 يوم. من بعد داونا لواحد البلاصه اخرى مفتوحه، جلست في هنغاريا شهرين في هنغاريا. مشيت للتران باش ندوز، شدوني في التران رجعت، بقيت في هنغاريا في بودابست ندور، لقيت حراقه، كاينين حراقه بالطوموبيلات يدخلوا، كنت نخدم معاه بحال ما كنجيب ليه الناس العيبات. ركبت معاه، دخلني للالمان نهار السبت، دخلني لألمانيا قبل في الحدود. دخلت لألمانيا اخويا اش غنقول لك، شدينا نمس بالحد، ما عندي والو، عندي 20 اورو في جيبي، 20 اورو. ركبنا في التران سالتين، دخلنا للطواليط، انا واحد الدري امين غيشوف هذا الفيديو غيشفكر راه في ايطاليا دابا، الله يسهل عليه. ركبنا اخويا في التران، غاديين هبطونا كونترولا بالحد واحد الفيلا صغير. من داك الفيلاج اخويا مشينا المينشن، مشينا لبرونشفايك، دخلنا عطاوني الكامب، عطاوني كارتا، دخلت لألمانيا، كنت مع مداما عايش بخير كذا، غنتزوج بها حركات الحالة، وليت نافيكي للعيبات فهمتيني. خدمت شوية حلال، من بعد درت مشاكل، باش ما نكذب عليكم ما والو، درت مشاكل بزاف،
كنت نبيع، كنت ندير كل شيء كاع اللي طاح لك في راسك كنت ندير داك الشيء كامل ندمش عليه. المهم ولو عندي مشاكل بزاف خويا. من بعد هبطت فرنسا شوري سباري، مشيت شفت العائله، رجعت للالمان. الالمان كنت كندخل لهولندا، ندخلوا معاه في الحدود، ندخلوا لهولندا نرجعوا، وقعوا لي مشاكل، جاوا لي البوليس للدار. المهم مشكل كبير، جاوا لي البوليس للدار، دخلت للدنمارك. دخلت اخويا للدنمارك، ريحت شهرين، ريحت شهرين في كوبنهاغن. من الدنمارك باش ندخل للسويد كانت الحدود مزيره، كاين 20 دقيقه ما بين الدنمارك والسويد، يدخلوك في عبار باطو صغير، فاهم اخويا عامر؟ كنت انا واحد الدري، كيفاش ندخلو ما ندخلو؟ دخلنا لذاك الباطو ويشدونا، خرجونا الخرجه اللي خارجين، لقينا كاميواش كيدخلو عزون في العبار، ركبنا في كاميو فوق راسه في كاسكيطة. دخلنا اخويا عامر، دخل بينا حطنا في هيلسينغور، من هيلسينبورغ لهيلسينغور، هبطنا في هيلسينغور، هبطنا في دخلنا في العبارة، هبطنا من الباطو خرجنا باغي نخرجوا من المرسى ديالو. باش نخرجوا من البور ما عرفناش من يخرجوا، لقينا مومياي سبعة لابسين الجيليات باش يسدوا ويرجع. ما وقفش انا، سولته قلت ليه سويدن؟ قال لي ياس. وانا نهرب ليه، هربت ليه، طلعنا الكرياج، نقصنا، هبطنا، خرجنا دخلنا عند واحد العراقي باع الشاورما، عطينا فلوس ديال الدنمارك، عطانا فلوس ديال السويد. طلعت ليوشوبوري خويا في السويد، طلعت ليوشوبوري، ريحت تما عام. المهم كنت بيه خير، عايش في جزيرة في السويد كذا، كنت بيه خير، عندي مرا بنت الناس، امها لعيبات، كل شيء مزيان. مشيت باش نتزوج 2016 شهر 9 نهار 12، اش كنقول لكم الدراري المشاكل، بنادم يفهم شي ما كاين ما احسن من الحلال. 2016 شهر 9 نهار 12 عيد الكبير، قالوا لي جي تيرمين، مشيت باش ندي الاوراق، شدوني في البيرو، شدوني قال لي عندك مشكل في المانيا، هزوني داوني الحبس الاوراق، داوني الحبس الاوراق، بغينا نهربوا من حبس الاوراق. خويا عامر سمعشيني، شدونا داونا الحبس كريمينال رايح فيه شهر ونص. جات الطيارة، جاولي البوليس خمسة، هزوني بطوموبيل دخلوني للدنمارك، من مالمو دخلوني للدنمارك، البوليس ديالهم الدنمارك هزوني بطيارة داوني للألمان. هبطت في ألمانيا خويا، جاو البوليس، هبطت أنا الأول، داوني قالوا لي عندك مشاكل قديمة، داوني أخويا للحبس. الحبس بقيت 9 شهور باش تحكمش، مورا 9 شهور تحكمش 5 سنين ونص، 4 سنين حنايا 4، كل واحد خد 4 سنين، جوج مغاربة وجوج جزيرية، وكان عندي مشكل آخر حكمونا بخمس سنين ونص. جلست أخويا عامر 3 سنين في الحبس في ألمانيا، من 2016 ل 2009 شهر 12، من 2016 ل 2019 شهر 10 هبطت المغرب في شهر 10. جلست شهرين في البلاد، طلعت لتركيا نهار الاول، نهار الثاني قلت لك مع الراس باقي صغير وكذا، نهار الثاني اخويا تشديش، وقع لي مشكل، شدوني عاوتاني، جلست شهرين، خرج قبل 2020 راس العام، خرجت 2020، جلست شهرين في تركيا، رجعت المغرب اخويا سمعشيني، هبطت المغرب باش نحرق، طلعت للشمال شدوني الجمراج في الباطو، رجعت مشيت للصحراء، كنت باغي نمشي للاس بالماس، تعرف لاس بالماس الصحراء؟ هبطت جلست في الصحراء 8 شهور في الداخله، عطيتش 2000 اورو الحراق باش نمشيو، يلا حطينا الزودياك غادي نمشيو، شدونا البوليس، مشى للحبس، مشاو الفلوس. نحكي مع صاحبي الروس، من الروس قال لي نبعث لك فيزا، صيفط لي فيزا، طلعت لروسيا، دابا عندي خمس شهور صافا، بديت حياتي من الاول من جديد، المشاكل ما كاينينش الحمد لله، استفدت من هذاك الشيء، وما بغيت حتى شي واحد يدوز من التجربه. عاش بزاف الدول، عرفت بزاف ديال الناس، والحمد لله ربي كبير، ربي كتب لي باش نجي للروس، جاش فيزا واني في الروس معاك، دابا عندي خمس شهور، وان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا بنادم يستافد منه، حاج لخصته لكم، ولكن مشاكل راه فهمتي، وراك اخويا عامر، انا شو وقع لي مشاكل ديالهم في 2015، وطلعت للسويد وبقى لي نظفت راسك ومعنا نظفت راسي وكل شيء، ولكن وخلطوا عليا باش عرف، مكتوب ربي والحمد لله اني دابا في الروس صافا الحمد لله، ويا ربي تسال علي وتسال على جميع المسلمين،
كنصح الدراري اللي في الغربه انه ما كاين احسن من الحلال، الحلال هو اللي خدام، هو هذا الشيء اللي كاين اخويا عامر. سالوا الاولاد ان شاء الله كما سمعتوا معنا تستفادوا منها القصه نتاع خونا فيصل، وان شاء الله تو نعاودوا لكم مازالوا فيديوهات اخرين، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ثم حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات، تلقاو الانستغرام نتاع خونا فيصل في صندوق الوصف في اليوتيوب كما الفيديوهات الاخرين. انا اي حاجه تحبوا تسالوا عليها تنجموا تكتبوا له اللي هو في الانستغرام، ان شاء الله تكتبوا لنا الكومنتات. ان شاء الله نعاودوا لكم حلقه اخرى. السلام عليكم.